مساء أمس أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا بتحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، والتي على أن تحكم على 3 مراحل: التشريعية، ثم يتبعها الرئاسية، ثم يتبعها المجلس الوطني. هذا المرسوم الرئاسي يعني تأخر كثيرا وطال انتظاره بالنسبة للفلسطينيين، حيث أنه هو المرة الأولى الذي يصدر مرسوم رئاسي بتحديد الانتخابات بعد أكثر من 15 عاما على إجراء آخر انتخابات حدثت عام 2006. 2006. طبيعة الحال بعد إصدار هذا المرسوم كان هناك ردود فعل إيجابية على المستوى الشعبي وعلى المستوى الرسمي من حيث الفصائل والمواطنين، الجميع أشاد ورحب بهذه الخطوة، معتبرين ذلك أنها خطوة على إنهاء الانقسام الفلسطيني وحل المشاكل الداخلية خاصة بين حركتي فتح وحماس، الذي يعني هما الطرفان المنقسمان منذ أكثر من 15 عاما. في بيانات منفصلة لحركة فتح وحركة حماس، الحركتان أكدتان أنهما سيبذلان كافة جهدهما من أجل تذليل كافة العقبات وإنجاح هذه الانتخابات وترك صندوق الاقتراع إلى المواطن الفلسطيني لينتخب من يمثله خلال الفترة القادمة. أيضا هناك حركتي فتح وحماس ومعهما باقي الفصائل الفلسطينية سيكون لهما اجتماع في القاهرة بعد أسبوع من الآن لحل بعض الخلافات الداخلية المتعلقة بالانتخابات كالإجراءات الفنية، القوائم، عدد المرشحين، من يحق له الترشح في هذه الانتخابات. يعني منذ صباح اليوم او حتى منذ اصدار الرئيس هذا المرسوم والجميع بدا يعمل ويستعد لهذه الانتخابات. ربما تكون هذه المرحله هي مرحله جديده بالنسبه للشعب الفلسطيني بانهاء يعني بالضبط عامر، يعني هذا ما كنت اود الاشاره اليه، يعني هل تذليل العقبات التي أكد عليها الجانبان فتح وحماس هل هي فقط لمرحلة الانتخابات ولإنجاح الانتخابات فقط، أم ستكون أساسا لحل كل الخلافات بين الطرفين، حل مستدام بين الجانبين؟ يعني إذا حدثت الانتخابات وانتهت وظهرت نتائجها ربما أكيد، وإذا احترم الجميع نتائج هذه الانتخابات المقرر عقدها شهر مايو القادم أكيد سيكون هناك خلافات بين حركتي فتح وحماس وحل كافة الملفات العالقة بينهما، وهذا يعني من خلال الإرادة السياسية لكلا الطرفين على إنجاحهما. المؤشرات تقول أن الطرفان ذاهبان إلى إنهاء الخلافات السياسية والداخلية بينهما، لكن هذا ما سنراه خلال الأيام القليلة المقبلة وخلال يعني وصولا إلى الانتخابات ونتائجها واحترام كل منهما نتائج هذه الانتخابات. ربما اجتماع القاهرة الأسبوع المقبل سيكون له أيضا تداعيات وتبعات، إذا تم التوافق على جميع المشاكل نستطيع القول بأنه تم إنهاء الخلافات بين حركتي فتح وحماس، خاصة أن الجميع يؤكد ويؤكد يعني أنه سيصار جهده لإنجاح هذه الانتخابات. قبل يعني ربما يكون هناك مشاكل تتعلق بإجراء الانتخابات بعيدا عن حركتي فتح وحماس. قبل قليل كان مؤتمرا صحفيا لرئيس لجنة الانتخابات المركزية دكتور حنا ناصر عقده قبل قليل في مدينة رام الله، قال أن هناك لأنه لا يوجد ضمانات بإجراء الانتخابات في مدينة القدس ربما تعيقها اللي هي إسرائيل تعيق إجراء الانتخابات في مدينة القدس. دعا الاتحاد الأوروبي والدول العربية للضغط على إسرائيل من أجل أن تتم الانتخابات في مدينة القدس. الجميع أيضا في هذا السياق الفصائل الفلسطينية بما فيها الرئاسة الفلسطينية أكدت أنه لا يوجد انتخابات دون القدس. ربما تكون هذه أحد المشاكل التي تتعلق بالانتخابات. عامر سنتابع معك كل هذه التطورات. انتهى الوقت المخصص لهذه المداخلة، أنا أشكرك جزيل الشكر على مجمل هذه التفاصيل والإيضاحات. مراسل قناة اليوم عامر الفرة كنت معنا مباشرة من غزة.